أحبتي أبناء رأس الخيمة الشرفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأيام الأخيرة رأينا وإياكم تقاريرا عن تلك الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اعتراض السلع الغير مشروعة التي تمر عبر مطار رأس الخيمة ومياهنا في الخليج العربي، في حين أنني أحيي ذلك الحذر التي تتوخاه القيادة الاتحادية، فإننا في إمارة رأس الخيمة نحتاج المزيد من بذل الجهود للتأكد من أن لدينا طرق تجارة مفتوحة لا يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة. والأهم من ذلك كله، علينا أن نحترس من استخدام موانئنا بواسطة إيران الجارة ذات الطموحات النووية. إنني أقترح مجموعة من الضمانات لتطوير جهودنا في الردع والاعتراض. أولاً، ينبغي أن نقدم دعماً كاملاً لوكالة الطاقة الذرية الدولية وغيرها من مكاتب تطبيق القانون الدولي للوصول الكامل إلى موانئنا كي يتمكنوا من اكتشاف البضائع المنقولة لأغراض غير مشروعة. ثانياً، نحن بحاجة لتحسين نظام الأمن في مطار رأس الخيمة الدولي وميناء صقر ومنطقة التجارة الحرة من خلال تركيب نظام متطور يتضمن كاميرات مرتبطة بالشبكة العنكبوتية للتفتيش وتحديد مسار جميع المواد التي تدخل وتخرج من رأس الخيمة، خاصة تلك السلع التي تتعلق بإيران. فالحاويات الموجودة بالميناء تتم مراقبتها حاليا بمجسات خارجية فقط، وهذا لا يكفي أبدا. ثالثا، إننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان أن أي نشاط تجاري لحكومة رأس الخيمة مع إيران يجري من دون وجود مجال للفساد. ومن الواضح بالنسبة لي وللآخرين أن جزءا كبيرا من التجارة غير المشروعة التي تذهب من خلال موانئنا تتم بمساعدة فئة متنفذة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأمر يستوجب أن يوضع حدا نهائيا له. ويمكننا البدء في ذلك باستخدام الفحص اليدوي إلى جانب مواقع الشبكة العنكبوتية التي تتيح للجمهور أن يرى بالضبط من هم شركاؤنا. إنني أؤمن بإقامة علاقات متينة مع وكالات تطبيق القانون الدولية المكرسة لمكافحة التهريب والتدفق غير المشروع للأسلحة. هذا سيساعدنا على ضمان أن رأس الخيمة أوفشور تعمل بشفافية دون إمكانية استخدام المجرمين في العمليات التجارية غير المشروعة وغسيل الأموال. وكما تواصل رأس الخيمة بناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر انفتاحا على المجتمع، يتوجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للتأكد من سلامة مواردنا الحيوية بما في ذلك موانئنا في استخدامها لأغراض قانونية مشروعة.